مهم البنات، السلام عليكم. البنات اليوم ندير معكم جولة بعد ما أنا كنت سيمانة ما جيتش، كنت مريضة الحمد لله. يلا اليوم الاثنين يا سيمانة وأنا كنت مريضة. هي كانت تخدم يلا معنا هاد مولات المشطره البنات، ما كتسمعش وما كتهضرش، عليها داكشي كتشوفوني درت ليها الارقام. يلا كتركز معاها، كندير نحاول معاها بالاشاره وكنحاول ندير معاها الارقام باش يلا مسكينه كتفهم وتبارك الله عندها خدمه صراحه زوينه. يلا كمل مهم هتكملها ان شاء الله وغادي نوريكم. بالنسبه للرقيه هذه ديال الشكل اللي درنا بحال اللي درنا عند لطيفه رأفت، هي خدمتها بالعقيق الطويل، ماشي الطويل مويان، ولكن هنا غادي نعمروه بالعقيق الصغير غيتعمر. المهم غادي نوريكم كيفاش غيتعمر. ديال حافظه راه ما جاتش، راه غير صيفطاتها مع التلميذه باش نبدا ليها انا باش تكمل عليها. ها مولاتها ما كايناش، حاضره غير الصنعه ديالها هي ما كايناش. منى راه دايره الغلط حيت انا ما كنتش حاضره البنات، كنت قلت لكم مريضه سيمانه ما جيتش، من اثنين حتى اليوم عاد جيت دايره الغلط، راه كتفسخ شتي، ما دارتش الخدمه ديال المعلم هكا في البدايه، راه بدات ليها المعلمه ولكن هي دارت الخطا. يلا فسخي، عقوبه. يلا عندك تمشي تقطعي داك، عرفتي اش غديري بلا ما تبقاي تفسخي، غادي هو اصلا غيتشنت فلك، يقطعي وهني راسك. هذا قطعي دابا، هذا باش يجيك فسخ ساهل هكا، كو فسخي دابا عندك تقطعي. خاتي طامو تبارك الله عليها كدير قفطانك، هذا خاتي طامو الحفيده ديالها، الحفيده والله يخليها لك. ما حضرتش انا معاهم لكم سيمانه كامله، ما كنتش حاضره معاهم. كنشكر المعلمه سعاد، هي اللي كانت بلاصاني بلاصتي حيت كنت مريضه، وهي اللي كانت كتوريهم وتشرح ليهم الغياب ديالي. كنقولها شكرا لك، ها هي نيت معايا راها خدامه. مسكينه. بالنسبه لخالتي طامو كتصاوب القفطان لبنتها بالعقده الفرنسيه، ديجا داك السلسله اللي كنقول لكم هي باش كنفراني والخدمه، ودارت لي زيستراس ودارت جوهر كما كتشوفوا وزمرد صغير، وخلاص درت قشيرة وريضه هنايا. الله يعاونك اختي طامو، بصحه الحفيده ديالك ان شاء الله تلبسها بالصحه. بالنسبه لسعاد، هذه هي سعاد كتعرفوها معلمه، راه هي اللي بلاصتني، هي كتخدم القفطان. راه كنقول لكم ماشي ضروري المراه اللي جالسه في الدار، حتى الاساتذه ديال التعليم راه حتى هما كياخذوا واحد الوقت ديالهم باش كيخدموا. تبارك الله عليك جات زوينه. بالنسبه للخدمه اللي دايره، ها نتوما كتشوفوا دايره البريك هو الدويدات، والحبده هي السلسله، هذا زوزو كنقولوا له حنا زوزو، لكن الداخل كيقولوا الجوهر، طرز بالعقده الفرنسيه يعني الطرز تيشع كوكن، ودايره العقده الفرنسيه حنا هنا في الناظور كنقولوا تيشع كوكن، تيكشاون هذا. المهم غنعطيكم جوج اللغات، وخلاص دايره زمرد وحجيرات. الله يوفقك سعاد. المهم البنات فاش تكملها راه غادي نوريها لكم. يلا ناديه راها مقاتله مع الشكر، ودات لي الالوان هنا البلونكاس بيج والخضر والاحمر، زوين تبارك الله. تبارك الله عليك. نرويجي، يلا نرويجي كنمشي عليه. عاودوا ليا ما كنتش قلت لكم حاضره، عاودت ليا قالت ليا شحال مره فسختي؟ اربعه د المرات ولا خمسه، اربعه ولا خمسه. راه قالت لك فاش ما كنتش انا كتخدم وتفسخ، تخدم وتفسخ خمسه د المرات ولا اربعه. يلا قادتها دابا، خافت مني داكشي اش قادتها. دابا صافي الحمد لله علمتها، وقيلا هما عندك هنايا ديجا خدمتيها. شتو هانتوما شو شحال فسدات، كتخدم وتفسخ، تخدم وتحبس، وفي الاخر واخيرا قادتها دابا مزيان. الله يعاونك. شكرا معلمه سهيله، راه كتقاتل مع الشمسيه والله تعلمت معلمه. شكرا صافي صافي.
صح خلات لي خلات الذكاء ديالك. غير اللي هنا شحال غندير؟ ماشي مشكله. شوفي شحال ما بالنسبه لشحال عندنا من حبه، شحال ما بغيتي؟ الا بغيت نكبرها نكبرها. على حسب الفور كتعطي الفورمه، يعني بغيتي ديريها الهرم بحال هكا طالع لي طاج بحال هي غدا وكتنقصي. اما الا بغيتي ديري لها بحال شكل الشكر، يعني الزواقات كتلعبي فيها كما بغيتي كما بغيتي. حتى مربع ممكن؟ مربع او مثلث او نص مثلث ماشي مشكله. الطريقه الزواقه كتبقى لي ثلاثيه. انا اللي عندي الاساس الاهم ديالي هو نوريكم الطريقه ديال الخدمه، وانتم خدموا كي بغيتوا. كي جاكم الغياب لابيا صراحه بغيت نسمع الراي. والله العظيم بقينا انا كاع ما جيت اولا حتى انا غيبت ياك. انا اكثر في الخميس كاع ما جيت، الجمعه ما جيناش ما جيتوش حيت علماتكم نعيمه. شيماء ما شاء الله عليها، هي بدات كتلقات يديها ودارت الحماس. هذه الغشمه نفس الغشمه ديال المعلمه سعاد، هي اختها غيرت شويه بغات تدرب عليها، بغات تخدموا في ان شاء الله في قطانها، وغادي نشاركوا معكم ان شاء الله من الدنيا ياك. يلا خدمي 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 باش نشوفوا لي الخيط. كمل لك الخيط يلا. حاولي بحال دابا هذا زين، ما خصوش يبقى طالع ليك، خاصو تزيريه من تحت. المهم البنات انتم كتشوفوا المبتدئه حتى هي كتعلم، هي راه كانت كتغيب يلاه. المهم كان عندها شي ظروف داكشي يلاه جات، وجات عندها وجات في هذه المده اللي غابرات جا عندها الحماس. المهم الله يسهل عليك، الله يعاونك ان شاء الله، الله يوفقك. شفيقه كتعلم ديال الوريضه، هذه المشطره الثانيه اللي عاد يلا اول ما بدات. تعقلوا عليها اللي كانت ديجا وريت لكم فيديو ديالها، كانت كدير دايره الحنه كانت كدير سنيسيلات. هي هذه، برافو عليك. انتم البنات كما ديجا قلت لكم كضرب من اليمين لليسار، ضربه اليمين ضربه اليسار، شفتوا كيفاش؟ تبارك الله. في الاول دخلت من دخلات كانت شويه خايفه، لكن دابا لا صلاة النبي عليها راه خدمت. اول مره كدير الوريقات هكا الوريضات، اول يعني اول مشطره ديالها، وتبارك الله عليها ما شاء الله عليك، الله يوفقك ان شاء الله. امين. بالنسبه لغزلان سلام سلام. بالنسبه لغزلان كدير ليزار، وراه لصقات الشبكه كامله الكامبا اللي كما كتشوفوا. هذا ليزار ديال التربيه، غادي نوريكم كيفاش غادي تخدمها ان شاء الله، غادي نشارككم معها. دابا راه كتنشبها مزيان بالشناب ومن الوسط، غدير الطول وفي العرض باش ما يطلعلهاش الشبكه على الثوب، باش حيت هي غتخدم ليزار ديال التربيه. المهم انا غادي نشارككم معكم. بالنسبه للبنات، بالنسبه للغزلان راه دايره جلا باب بالصباغه، حيت انا اللي كنت كندير لها الحصه ديال الصباغه، اول مره كدير جلابتها بالصباغه كما كتشوفوا. يلا الله يعاونك مجرمه. اش كتقول تضحك؟ ديرو جيم حنان كدير الموزون. سكتي شويه سهيله ممكن. حشمات بالنسبه لحنان، حنان كدير الموزون، بغات ترجع شويه تخدم الموزون باش ما تنساش. هكاك مزيان، برافو عليك. بغات تحاول تعاود دير الموزون حيت حسات براسها قالت لك ناقصه وبغات تعاود، برافو عليك. فاطمه الزهراء كدير الدويدات. كدير نقص تما داكشي ولا شنو وقع لك؟ صغيره يلا ما كاين غير العقوبه بينيسيون ديالكم. عندك تنتفي الاخرى، شنو المشكل اللي درتي؟ واش زايد ولا ناقص؟ ها ناقص ناقص. المهم هي راه كدير الدويدات، راه دارت الغلط حيت جاتها ما عمرتش الدويدات، ما عمرتش الورقه مزيان وكتفسخ. يلا يعني كنوريكم اشنو كيديروا البنات، يعني كيكون ضروري كيديروا الاخطاء، يعني حيت يلاه كيتعلموا داكشي. نوريكم حتى الطريقه، يعني غنقول لكم حياه يوميه ديالي في المدرسه
حياتي يومياتي، ما عنديش الروتيني يومي حياتي يومي. يلا الله يعاونك. بالنسبة للمستفيدة جديدة أو كسميتك؟ سعاد. سعاد مشرفين. بالنسبة للمستفيدة جديدة هاي الله دارت هادو السلسلة الأساسيين، كنت الله ما كنتش أنا حاضرة فاش جات، غير المعلمة سعاد اللي عاونتها، ودابا راه كدير هادي. هادي البنات راهما الأساسيين ديال الطرز الرباطي باليد، مي بغيو نديرو شي وردة إلا ما درناش بحال هادو راه ما عمرنا غندورو نديرو الرشمة ديالنا. المهم هادو السلسلة الأساسيين، إلا كان ممكن بغيتو ندير لكم الدرس ونوريكم أنا نخدمها لكم، نخدم لكم شي مشترك باش تشوفوا. المهم كنتمنى إن شاء الله يعجبكم، ونرجع عند أمال البنت اللي ديجا قلت لكم اللي ما كتهضرش، هتشوفوا كيفاش كدير. الله يعاونك سعاد. ها هي كتكمل البرازيلي ديالها. كنتمنى إن شاء الله يعني ما شاء الله عليها، واخا ما كتسمعناش وما كنتفاهموا معاها غير بالاشاره، ولكن الحمد لله يعني تبارك الله عندها عندها الرغبه، هي يعني حتى هي غدوز الامتحان ان شاء الله. الله يوفقك. انا كنتفاهم معاها غير بالاشاره، اول كنكتب ليها هادشي اللي باش كنتفاهم معاها، ويعني حتى هما مساكن يعني خاصنا نعطيوهم الوقت ديالهم وخاصنا نساعدوهم، ماشي الانسانه صافي هكا ميكو عليها، لا حيت حنا ضميرنا كيأنبنا. هاهي دابا شتي كتخدم وكتركز بشويه، كتحسب غير بشويه باش ما تديرش شي خطا. المهم هذا هو الخدمه ديالها، تكملها ان شاء الله. يلا البنات ما تنساوش اللايكات. المهم غادي نبدا لكم هذاك، غادي نبدا لكم هذا باش نوريكم كيفاش نخدم السيده، واخا ما كايناش غادي نخدم ليها انا باش ديها ليها لواحد المبتدئه باش تكمل عليها في الدار. بقاو معايا. لاباط ديالنا اللي ما كناخذو لاباط نزيدو. بالنسبه لهذا تاع المبتدئه راه ما كايناش، خصني نخدم هذا نبدا ليها، ولكن خاصها تبقى تشوف هكا، وغادي نجي الجهه الاخرى هنا غندير ليها الوريقه في وسط الورق، يعني ندير التنبات اللقيط وريقه في وسط الوريقه. بالنسبه لهذا اللقيط راه كاين شي حبات كبار وكاين شي حبات كاين رقيق وكاين غليظ، غادي نخدمهم هكا مره اليمين مره اليسار. يعني ماشي على حسب بولي غادي نديرو نفس الحساب، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، أو ما خمسة هنا كذلك خمسة وصافي، وكندفعو ديما دفعو الدقيق ديالكم هكا نفس الطريقة. غادي نمشي الجهة الأخرى عاود مرة اليمين مرة اليسار البنات هكا صافي، وتقلب الخدمة ديالكم ديما دفعو دفعو الخدمة هكا. شتو غادي نحاول نزيد وحدة رقيق شي شوية شي حبات رقاقين مشي الجهة الأخرى عاود شتي كاين الغليظ وكاين الرقيق. دابا المشكلة في هاد الدقيق اللي فيه هكا غنبدا نعمرو صافي، حنا غادي صافي هيا كتخدم. نبت معاكم شوية وليمة وميلي المرمى باش تبان هاك هاك الواجهة ندير غير ثلاثة واه باش نجوج صافي طلعي هاكا احسن، حيت غتسديها دابا ما تبقاش ثلاثة كنسدها غير على حسب الفراغ صافي واه.
تما تما ديري غير وحيده، تما غتجي غير وحيده صافي، هي وحيده طويله هذه الطويله. فين هي؟ ديك وحده طويله باش تديها. ايوا برافو عليك اختي طامو، مزيان اختي طامو راه غاليه الله يعاونك والله مزيان.